علاش هنأت الشعب الجزائري ومن حق المغرب. كنت في دولة إسلامية، تركيا اللي كانت كترحب بك فأنت فقط عملة تجارية. أن الجزائر ما تتهجموش عليك، حنا المغاربة كيحبوك وتيبغيوك، ربما هما بحالك. حنا لا لا سيدي، حنا مغاربة، حنا مسلمين، حنا مذهب، حنا سنيين. اسمع طالوني، الأمور الشادة لا تقاس ولا تحصى ولا تعد، إنما هي. مرحبا الخوت، اليوم غادي نهضروا على صوفيا طالوني. صوفيا طالوني تهجمت على المغاربة، تهجمت على المملكة المغربية، وتهجمت على رموز المملكة. صوفيا طالوني تهجمت بواحد الطريقة كتقول بأنه في المغرب تعرضت للإهانة، في المغرب تعرضت لمجموعة ديال الأشياء. غادي نهضروا على صوفيا طالوني، من بعد ما نسمعوا اش قالت صوفيا طالوني، ولا ما سميتو هذا المتحول الجنسي وهذا المثلية، الناس اللي كتدعي للمثلية. فصوفيا طالوني كاينة اليوم في المغرب، جات عند باه. من بين الامور اللي كتقول صوفيا طالوني، كتقول بانها تتهنئ الجزائر، تدعم الجزائر، تدعم الشعب الجزائري، تدعم مجموعه ديال الامور، وكتقول لك التحيه للجزائر. بغيت نقول ليه وبغيت نوصل ليه هذا التخينه هذا، المغرب اولا ولا غير سياسيا من حقي نعايدهم، من حقي نبارك ليهم، من حقي نهنئهم، نهضر في واحد الدوله انا ما دايره ليا والو. الا كنتي كتبجج ليا وعاجبك الحال بجوج ديال الجنسيات، واليوم انت في المغرب وكتقول لفمك بانه ما كاينش بحال عيد كبير في المغرب. اسمع انت ولا انت ولا حسب راسك كي بغيتي، المغرب راه دوله اسلاميه وعندها حدود وعندها مقدسات. انت كتقول بانه المغرب الناس الكبار، انت كتقول بانه المغرب عاملوك معاملة لا تليق بشخص مثلك. انت كتقول وكتحل، كتقول وكتقول، انت كتقول بان باك ما قابلش عليك، والناس يقولوا بانك انت السبب ديال الموت ديال الام ديالك. اسمع المغاربة احرار الحمد لله، المغاربة فيهم رجال، والمغاربة كلهم رجال. تهجمتي على الرجال وتهجمتي على النساء، تهجمتي على الكل. ليكون في علمك أن المغرب كبير برجاله وكبير بنسائه. المغرب الناس ديال النخوة، المغرب الناس ديال الكلمة، الناس المغرب ديال الشهامة. إلا تدعي بأن المغربيات خانوك فأنت ربما اللي غتخونهم. ما المغاربة بزاف عليك، لأنه أولا خنتي الشخصية اللي ديالك، اللي أنت راجل وخصك تكون راجل وغتبقى راجل. اسمع المعلم، تهجمتي على ريفا، تهجمتي على جميع المغاربة، واليوم انت كتجي كتقضي العيد بيناتنا. انت اليوم كتجي تقضي العيد بيناتنا، كتقول بان الجزائر ما تتهجموش عليك، حنا المغاربه كيحبوك وتيبغيوك، ربما هما بحالك. حنا لا لا سيدي، حنا مغاربه، حنا مسلمين، حنا مذهب، حنا سنيين، حنا لنا قيم دينيه، وعندنا اماره المؤمنين. جلاله الملك هو حامي ملته والدين. باش تهجم على المغرب بهذه الطريقه، ما نسكتولكش حنا المغاربه، المغاربه ما نسكتولكش، وكون على يقين باننا ما غاديش نسكتولك. هذا الفيديو درته من جزئين، غادي نتحدث فيه على ما يسمى بصوفيا طالوني. طالوني صوفيا اللي هاد الايامات هذا ما خلى ما دار في المغرب، ما خلى ما دار في المغاربه، واليوم تجيب الظروف انه جاي يقضي العيد في المغرب. حنا ما بغيناش الفرصه تدوز بحال هكذاك، وما بغيناش نسكتوا ليه، لان مجموعه ديال الاخوان، مجموعه ديال الاخوات، مجموعه ديال المتابعين قالوا لي انا ضروري تهضر على هذا الموضوع هذا، وضروري تدافع علينا، ضروري توصل صوتنا ويوصل ليه صوتنا. اذا الخوات بغيتكم تبارطاجوا هذا الفيديو، بغيتكم تبارطاجوا هذا الفيديو، شاركوه مع الاخوان ديالكم، شاركوه مع الجميع الاصدقاء ديالكم، بارطاجوا هذا الفيديو يوصل هذاك اللي تيقول لهم انا صوفيا طالوني ولا اوف. في المغرب كنت في دوله اسلاميه، تركيا اللي كانت كترحب بك فأنت فقط عملة تجارية. هنا في المغرب محرار، احنا في المغرب هنا عندنا قيم إسلامية، احنا في المغرب هنا عندنا الحشمة والوقار. كاينين بعض الحالات واللي محسوبة على رؤوس الأصابع، والأمور الشادة لا يقاس بها، الأمور الشادة لا يقاس بها أبدا. اسمع طالوني، الأمور الشادة لا تقاس
ولا تحصى ولا تعد، انما هي لكن الاغلبيه الحمد لله تيبينوا لك الاسلام وتيبينوا لك الدين وتيبين لك الحشمه والوقار. الا كنت انت ما كتحشمش وكتهجم على المغاربه والمغربيات، فالمغاربه ما غاديش يردوا عليك بداك داك الطريقه وداك الاسلوب ديالك، وانا كذلك ما غردتش عليك بداك الاسلوب، لان كل الامور ولا باقه في الحديث. انا ما كنتمناش الفيديو يوصل لمليون ولا جوج الملايين، لا، كنتمنى ان الرساله توصلك وتوصل لي بحالك وتوصل لي تيدعموك وتوصل لدوك الجزائري اللي انت كتفتخر بهم. انت كنت بعيد كل البعد عليا وما كنتش غادي نجاوبك، ولاني مني تهضر على الانفصال وتهضر على الجزائر وتهضر على المغرب، نصر دوله اخرى على بلادك على المغرب كما بغات تكون هاد الدوله هادي، وكيبغى كما بغى يكون هاد الامور ديالها. عمر الكلب ما عاد يدمو له، تيقول لك المثال قطران بلادي ولا عسل البلدان. نتمنى تكون الرساله وصلتك. هذا الجزء الاول، والجزء الثاني غادي نتحدث فيه على امور اخرى. حنا في المغرب عندنا اخلاق وعندنا اداب وعندنا قيم تنتبعوها، وحنا ماشي من داك النوع اللي غادي تهجم عليك ويخسر معاك الهضره. لا ابدا ما غاديش نسبك، واني بغيت الميساج يوصلك، وبغيتك ملي تقول شي حاجه تكون قدها. قلتي انك كتمنى تموت ويدفنوك في تركيا، لا جيتي يا سيدي لعندنا؟ مادام كدعم الجزائر على المغرب لا جيتي عندنا؟ مادام عجبك الجزائر على المغرب لا جاي عندنا؟ مادام كتقول تحيا الجزائر وما كتقولش الله الوطن الملك لا جاي عندنا؟ اش دير بينا؟ بقى في ديك البلاد يا سيدي وبقى بعيد علينا. نتمنى الوصال يوصلك، نتمنى الرساله تكون وصلك. هذا الجزء الاول، والجزء الثاني غادي يكون بشكل اخر. الرساله وصلتك على ما اظن. الله يعاونكم، السلام عليكم.